الرياضة جزء أساسي في حياة الإنسان لا يشعر بأهميته الكثيرون. نسرين فتحي مدربة رياضية تعمل في ناد رياضي منذ 5 سنوات. المدربة تجد أن حث متدربيها على الاستمرارية هو أكبر تحدي لها. اخترت أن أنا ألعب رياضة لأن أنا بحب الرياضة جدا وببقى مبسوطة وأنا بمرن الناس، سبيشالي لما بحس بفرق معاهم، بحس أن أنا جبت نتيجة معاهم وبغير اللايف ستايل بتاعهم للأحسن. طبعا دي حاجة حد ذاتها كويسة قوي وحاجة صحية قوي يعني. لا تكتفي نسرين بتدريب لاعبيها فقط، بل تناقشهم في النمط الغذائي السليم الواجب اتباعه كلما أمكن ذلك. نسرين ترى أن الرياضة هو النمط الغذائي السليم، وجهان لعملة واحدة. الرياضة طبعا لوحدها ما تنفعش، لازم يبقى في good nutrition مع الرياضة، لأن لو هو حد اتمرن بس رياضة، عمل رياضة بس وأكله مش كويس، هو مش هيجيب نتيجة كويسة. فالرياضة مع النيوتريشن مهمة قوي، لأن النيوتريشن عليه 80%، الرياضة عليها بس 20%، فالنيوتريشن عامل مهم قوي. المدربة الشابة تؤكد أن الرياضة حياة متكاملة، فهي لها أهمية اجتماعية بجانب أهميتها الجسدية. نسرين ترى أن الرياضة مجال جيد لتكوين صداقات صحية مفتاح لقوتها.